انا سمعت انك كنت خلاص هتستسلم وتسيب مشروعك وتشتغل وظيفة عادية، وده طبعا كان موضوع صعب بالنسبة لي. ايه خلاك ترجع تاني تتمسك بمشروعك؟ هو طبعا يعني المشروع بالنسبة لي حلم بسعى فيه بقالي كتير، وشايف ان اوريدي في نتيجة بدأت تظهر على ارض الواقع، بيجي نتيجة ايجابية، فاعتقد انه ده الاكتر دافع بيخليني انا اكمل عشان حلمي. انا اسمي محمد سمير وشريكي باسم سامح من محافظة القاهرة، واحنا طبعا في البداية كان مشروع تخرج كنا بنفكر ازاي نقدر نحل مشاكل التعليم اللي بنقابلها، وخصوصا ان هي مفتقرة للادوات التفاعلية اللي ممكن تخلي نسبة التحصيل او نسبة التحصيل المعلومة اللي بتوصل للطالب تزيد. وفكرنا في منتج اللي هو تاكت. منتج تاكت عبارة عن جهاز بيحول اي شاشة عادية سواء كانت شاشة تلفزيون او بروجيكتور على حيطة ان هو يحولها الى سطح تفاعلي. احنا عندنا امل كبير قوي ان احنا في المسابقه دي ان الناس تعرفنا، وفي ناس كتير قوي تستفيد بالمنتج بتاعنا. بتصنع البرودكت كله؟ بالظبط، احنا بنصنع البرودكت والسوفت وير اللي بيقدر يخلينا نعرف نتراك الابلكيشنز وسويتش المودز بتوين. 100% تصنيع محلي. احنا بنصنع جزء منه في الصين وجزء منه في مصر، لكن ليتلي بنعمل عملنا شراكه مع الهيئه العربيه للتصنيع بحيث ان احنا نصنعه 100% في مصر. انت بتوصله للكمبيوتر، بتوصله في السكرين صح؟ بالظبط. الطبيعي ان انا بوصل الكمبيوتر بالسكرين وبوجه تاكت عليه وبقدر استخدم البن از ان هو ماوس، فكل حاجه بعملها بالماوس اعرف اعملها بالبن. البرودكت عباره عن هو الديفايس الصغير ده والبن لا يعني بنأمل ان شاء الله ان هو يبقى يعني فوق ال 80%. متوترين قوي. تاك 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 مو سهل. 50 بالظبط. In the middle. اوكي الحمد لله.